السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله هنبتدي نحل مع بعض الدرس الثاني الوحده الاولى. تمام. طيب، اولا قبل بس ما ابتدي احل فيه عايزه افكركم، دي اسمها الضمائر التوكيديه لو برونو تونيك. فطبعا عندي دو موا وتي توا وايل والوي وال ال وان نو، ضمير التوكيدي نو ونو نو وفوفو الى فيكاس ايو اكس والى فيكاس الى فيكاس. المهم يلا، سي لو بالون، الكره دي دي ميكوبا بتاعت اصدقائي، ميكوبا الى فيكاس، يبقى لو بالو اي ا، انا لسه بقول لك ميكوبا اصدقائي يبقى الى فيكاس، يبقى تبقى ايو اكس، يبقى الاختيار سي. وضحت؟ طيب اللي بعده، سوسان فو مايو، يعني دي المايوهات بتاعتنا. طيب هعوض عنها بايه؟ برضو الى فيكاس، نفس الكلام. طيب بس طيب ماشي، يعني هو بيسألهم هل المايوهات دي بتاعتكم؟ ده سؤال، معلش عفوا، ده سؤال، هل المايوهات دي بتاعتكم؟ فردوا عليه وقالوا له وي لي مايو سو ا نو، ايوه بتاعتنا. شفتوا الترجمه؟ يبقى ده سؤال متوجه اليوم، هل المايوهات دي بتاعتكم؟ فردوا عليه وقالوا له ايوه هي بتاعتنا، فتبقى نو. ماشي يا شباب، يبقى الاختيار الاولاني هو الاصح، هو الصح يعني. طيب رقم 3، سي مون فيلو، يعني دي دراجتي، يبقى لو فيلو اي اموا بتاعتي، ماشي، يبقى موا الاخيره هي صح. طيب علي فات، علي بيحتفل، سون ساكسس، ساكي عفوا، ساكي اللي هو بنجاحه يعني، جوفي باسي، احنا هنقضي شيء لوي عنده، هنقعد عنده، طالما هو يحتفل بالنجاح هنقعد عنده، يبقى الاجابه بي. مونا فا او جيمناز، جو سور، انا هغرق، هخرج افيك، طبعا معاها يبقى افيك ال، افيك ال الاولى. طانت يعني طنطك، او يعني بغض النظر، عشان طنط دي يعني بتطلق على حاجات كتير بقى، مرات عمك، اي حاجه يعني. المهم ايه؟ انتوغنيز، انتوغنيز يعني هي مدربه، هي تغنتني افيك، بتتدرب يعني طنطك تكون مدربه، هي انت، انت تي تغنيز افيك، بتتدرب معاها، طالما معاها دي يبقى ال، ال الاخيره. خلاص كده وضح الكلام، هي سهله جدا بالترجمه وهتيجي معاك، طنطك مدربه يبقى انت تتدرب معاها، معاها ال الاخيره. ما انفا اطفالي، صابتي يعني صغيرين، جو ترافاي انا اعمل، بور من اجلهم، من اجل هؤلاء الاطفال. طب الاطفال الى فيكاس يبقى هتبقى ايه؟ اي يو اكس، الضمير التوكيدي بتاعها اي يو اكس، طالما الكلام عايد على الاطفال، الاطفال يعني الى فيكاس، يبقى الضمير التوكيدي بتاعها اي يو اكس، يبقى الاختيار الاولاني. ناتر جرام مير، جدتنا، اي مالاد، تكون مريضه، ان فا شي، احنا بنروح عندها، عندها دي هتبقى ال، الاختيار بي. طيب صفا نو راكيت، هي دي مضاربنا، لي راكيت سو انو بتاعتنا احنا، يبقى الاخيره، الاختيار الاخير. سي لو ساك دو ما سوغ، يعني دي حقيبة أختي، لو ساك اي ا بتاعت أختي، يبقى ال بتاعتها، يبقى ال رقم بي. ماشي يا شباب. طيب بعد كده بقى تعالوا تشوزي دي، علي أبل، أبل اللي هو بمعنى يفتح، عفوا نسي، معلش نسي، دي معناها نسي، أوبل يعني نسي. طيب علي نسي مضربه سيور لو كور، في الملعب. طيب نسي مضربه، تمام، علي نسي مضربه، تمام. علي إيلو يعني إيل، فطالما إيل يبقى سون سا سي، طالما الضمير إيل أو إل سواء للمذكر أو مؤنث يبقى سون سا سي. طب والمضرب، المضرب مؤنث يبقى سا، يبقى الاختيار سا بي. ماشي. طيب اللي بعده، كيلي تون كويب بريفيري، ايه هو فريقك المفضل؟ طب ليه ما اخترتيش تا؟ ليه ما اخترتيش ما؟ ليه ما اخترتيش مثلا تا؟ واحد بيسألك بيقول لك ايه هو فريقك المفضل؟ واحنا عارفين ان كلمة كويب مؤنث، فليه ما اخترتيش تا؟ هقول لك على فكرة، تنفع تا وتنفع صا، ماشي، وتنفع ما، بس يعني لا كمعنى جملة لا. المهم يعني اللي انا عايزة اوصله لك ان كويب اي نعم مؤنثة،
يعني انت ممكن تقول لي ليه ما ينفعش تا وليه ما ينفعش ما وليه ما ينفعش ص، علشان هي بادئه بحرف متحرك. طالما بادئه بحرف متحرك يبقى لازم تختار معاها حاجه مذكره، يبقى تون للمذكر عشان هي بادئه بحرف متحرك، يبقى تون اكويب بريفيري. خلاص كده يا شباب، يبقى اختيار بي. السؤال سي فاتر انتوغينيز، يعني دي مدربتكم؟ ايوه هي مدربتنا، مدربتنا دي تبقى نو ناتر، ناتر عفوا، ناتر ناتر انتغنيز، يبقى ناتر الاولى. تمام. جوني با انا لا املك ادرس، ادرس. طيب جوني با سان ادرس، طبعا احنا واخدين ان ادرس يعني عنوان، انا لا املك عنوانك. هي برضو خد بالك ان هي بادئه بحرف متحرك، هي اي نعم مؤنثه ولكن بادئه بحرف متحرك، لذلك اخترنا صن ماشي اللي هي الاخيره دي. ايه البارت؟ هي ترتدي لونيت دو سولي، لونيت دو سولي اللي هي نظارات الشمس، يبقى هي بترتدي نظارات الشمس. طب خد بالك ال يبقى صن ساسي، ونظارات الشمس جمع تبقى سي جمع. خلاص فهمت؟ يعني الضمير بيحدد لك انت هتختار انهي من ضمير الملكية، ضمير الفاعل بيحدد لك هتختار مون مامي ولا سونسا سي ولا تونتا تي ولا كده، على حسب. لو جو يبقى مون مامي، لو ايل او ال يبقى سونسا سي. طبعا فوتر فوتر فو، طبعا لو فو او ناتر ناتر نو، لو مع نو اللي هي نحن. ولكن اللي بيحدد لك هتختار المفرد ولا الجمع، المفرد المؤنث ولا المفرد المذكر، ولا الجمع المؤنث ولا الجمع المذكر، او الجمع بنوعيه يعني، هي الكلمه. يعني مثلا ال حددتني انا هختار انهي سطر، سونسا سي. طب كلمه لونيت دو سولي حددت لي عشان هي جمع فاجبرتني ان انا اخد سي. كلام واضح يا شباب؟ يبقى الاختيار الصحيح سي. اللي بعد سيكوا دي جويزمون، دي جويزمون التنكر، احنا كنا واخدينها انها ان دي جويزمون فهي مذكرة، يبقى لذلك سيكوا تون دي جويزمو، ايه هو تنكرك او انت هتتنكر في ايه؟ فالاختيار الاخير عشان الكلمة دي مذكر، ان دي جويزمو، اي كلمة غالبا منتهية بما بتبقى مذكرة. لوشا لوشا القطة، ايه افو بتاعتكم؟ ايوه هي بتاعتنا، يبقى ناترشا، يبقى الاختيار الاخير هو الصح. طيب جولي اموا، جولي وانا يبقى نو، يبقى الضمير هنا نو نحن. اون باس شي، احنا مرينا من يعني عند صديقتنا. تمام يبقى ناتر، ناتر كوبا، ناتر كوبا. ايش يا شباب؟ طيب ليك لي المفاتيح صان اجين، هل المفاتيح دي الجين؟ الوي صوصا مفاتيحه، طالما مفاتيحه يبقى هنقول ايه؟ لا اما صون ساسي، وقلنا مفاتيحه يعني ضمير غائب، اصل جين الضمير بتاعه إيل اللي هو للمذكر مفرد مذكر، تبقى صنصة سي، وكلي جمع يبقى اختار سي. يبقى الاختيار الصحيح يا شباب هو الاختيار رقم بي سي. تمام. طيب اللي بعده إيل برين، هم بيأخذوا حقائبهم، نفس الكلام هم بيأخذوا حقائبهم الرياضية ماشي. طيب كلمة حقائبهم هم دي بقى هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى لاغ، لاغ اللي هي رقم ايه الاولى، طبعا ما ينفعش ناطر لانها بتيجي مع الضمير نو، ولا ينفع لير المفرد عشان سك هنا جمع يا شباب، ناخد بالنا كويس قوي، ولا ينفع صن برضو عشان مفرد. يبقى الاختيار الصحيح لاغ، يعني حقائبهم الرياضية. خلاص وضحت كده؟ طبعا هو كان شرحنا بالتفصيل للناس اللي مش فاهمة اصلا الموضوع، هو شرحها في الكتاب بالتفصيل، ممكن ترجع لها خالص، اسمها صفات الملكية مع جو مثلا موم مامي، فضمير الفاعل بيحدد لك الصف اللي انت هتمشي فيه، تي تونتا تي، ايل وال وان، عندك سون وصاو سي، نو وان، نوتر نوتر نو، وفو فوتر فوتر فو. اما ايلا فيكاس والا فيكاس هي عبارة عن لاغ لاغ، لاغ للمفرد المذكر ولاغ للمفرد المؤنث، وفي عندك لاغ للجمع بنوعي. وضحت كده؟ المهم يعني اقرأهم كويس وهيفيدوك، يعني اقصد كده. تعالوا احنا كنا فين؟ احنا كنا في جملة 10، ايل بران هم بياخد، طالما ايل يبقى لسه قايلين لاغ 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 ماشي. طيب الكلمة دي جمع يا شباب، يبقى لاغ الجمع، يبقى الاولى الاولى ماشي، فهمتوها ازاي؟ طيب اللي بعده بران سيرفيت، سيرفيت يعني الفوطة، خد فوطتك ماشي، فهي
تمام. فهي تا سيرفيت، يبقى تختار اللي هو الاختيار بي. خد هي كلمة مؤنثة، ان سيرفيت فتبقى تا، ماشي، عشان هي كلمة مؤنثة. اللي بعده لا فواتير، ايه قال لوي العربية دي بتاعته؟ قال له لا، سي تكوني عربيتي انا، طالما قلت انها مش بتاعته يبقى بتاعتي انا، يبقى تبقى ايه؟ ما فواتير، يبقى الاختيار بي هو الصح، ماشي يا شباب. طيب اللي بعده كوازا ابيت بري دو شيموا، كوازا يعني ولاد العم او كده. طيب هي جامعة اهي، بري دو شيموا ممكن اقول ولاد عمي، ولاد عمي بختار مي، ماشي، مي ام اس عشان هي جامعة، واخدين بالكم؟ كلا اوبينيون، اوبينيون هي مؤنثة، لكن كلمة افي مذكرة، يبقى اوبينيون بمعنى رأي مؤنثة، لكن كلمة افي برضو بمعنى رأي ولكنها مذكرة. المهم يعني هي بادئة بحرف فويال، in opinion، ولكن بادئة بحرف فويال، يبقى هتبقى كلي ton opinion، ايه هو رأيك؟ اي نعم هي مؤنثة بس بادئة بحرف فويال، تبقى تبقى ton. اوكي يا شباب، الأولى. السؤال اللي بعده اكمل كومبليتي، سي لو بالون دو مون امي، هي كرة صديقي. ها يبقى سي صديقي دي مون امي، يبقى ايل طالما بتتكلم عن صديقي او صديقه. يعني بص انا دلوقتي او الولد اللي بيتكلم او ايا كان بيقول الكرة دي بتاعت صديقي، يبقى هذه بتاعته، ماشي، هاء دي ضمير الغائب يبقى ايل، يبقى سون ساسي بالون مذكر، هتبقى ايه؟ صن صن، ماشي، فهمت؟ اتمنى. صصان لي راكيت، هذه تكون مضارب اصدقائي، تمام، يبقى هي مضاربهم، هم دي ضمير الغائب دي برضو صن سا الى فيكاس، عفوا الى فيكاس، يبقى ليغ ليغ ليغ، تمام. الى فيكاس ميكو بابا اتكلم عن اصدقائي، الى فيكاس فتبقى ليغ ليغ ليغ. طيب انا عندي راكيت هنا جمع، تبقى ليغ الجمع اللي هي ال اي يو ار، وفي اخرها لازم يكون في اس كده عشان هي جمع. اوكي يا شباب. طيب تروا سو فيلو اي اتوا، الدراجه دي بتاعتي، يبقى سي مون فيلو، مون فيلو الدراجه دي، عفوا مش موا دي توا، سو فيلو اي اتوا الدراجه دي بتاعتك، يبقى سي تون فيلو هي دراجتك، هي دراجتك، كبر الكلام شوية عشان هتعملي كده، ماشي، يبقى الدراجة دي بتاعتك، يبقى سي تون فيلو، ماشي. اللي بعده ستيني دو سبور، هذا الزي الرياضي اي الوي بتاعه. طيب يبقى سي تيني دو سبور، ها احنا لسه قايلين انه مؤنث، ماشي. المهم طالما بتاعه لوي، يبقى انا هختار لا اما صن لا اما صا لا اما سي. طب تيني مفرد مؤنث، يبقى ايه؟ سا، يبقى سا تيني دو سبور، ماشي يا شباب. طيب اللي بعده سوسا لي روب دي في، يعني هؤلاء يكونوا فساتين البنات، يبقى ايه؟ فساتينهم البنات الى فيكيس، ايه المؤنثة، تمام. طالما الى فيكيس برضو، الى فيكيس هي شبه الى فيكيس، هي هيها الى فيكيس، احنا كنا قايلين ان هما نفس الموضوع، يعني الى فيكس والى فيكس هما الاثنين ليغ ليغ ليغ، تمام كده. فلذلك هنا بالنسبه لنا يعني هتبقى ايه؟ يبقى انا طالما عرفت ان البنات الى فيكس خلاص، لا اما هختار ليغ لا اما ليغ لا اما ليغ فيها اس. طيب روب جمع، يبقى تختار ليغ اللي فيها اس، وضحت؟ ماشي. اللي بعده سيب سو بورتابل اي افو، بورتابل بتاعكم، يبقى فو دي يبقى فاتر فاتر فو، فاتر فاتر فو. طيب هي بورتابل مذكرة، يبقى فاتر، ماشي يا شباب. بورتابل مذكرة يبقى تبقى فاتر، وضح الكلام كده عشان هي مذكرة. طيب اللي بعده لا سيرفييت اي انو، الفوطة دي بتاعتنا، الفوطة بتاعتنا، ماشي. سي سيرفيت، طالما انا قلت بتاعتنا يبقى سي برضو عندك نو، يبقى هتقول ناطر ناطر نو، وسيرفيت سيرفيت مفرد مؤنثة، مفرد مؤنث تبقى نطر، ماشي، يبقى تبقى نطر، ماشي يا شباب. يبقى تاني زي ما قلنا الفوطة دي بتاعتنا، يبقى سي
نطر نطر نو، يبقى طبعا هنختار نطر عشان هي هنا مؤنثة. ماشي. طيب اللي بعده، انت كل اللي انت بتعمله انك بتشوف الضمير، مثلا هنا عندك ضمير نو، فانت عارف ان نو هتقول نطر نطر نو وهكذا، يبقى لازم تبتدي بقى على هذا السبب تشوف الكلمة بقى، هي الكلمة هنا مفرد مؤنث، خلاص يبقى نطر. اتمنى تكون وضحت. طيب رقم 8، لي باسكت سون امونا، الحذاء الاحذية الرياضية دي بتاعت منى، سو سون باسكت بتاعتها. طيب طالما منى يبقى سون ساسي، وباسكت جامعة تبقى سي يا شباب. طيب رقم 9، لي دي اي اموا، الفكرة بتاعتي، يبقى سي مون ايديا، مون بتاعتي. هي ان ايديا، على فكرة هي الكلمة دي مؤنث، ولكن انا اخترت مون عشان هي بادئة بحرف فويال، بادئة بحرف متحرك. تمام. لوبينيون اي ا جوليان، الرأي ده بتاع البنوتة جوليان. طيب هي بنت يبقى ال، فممكن سون ساسي. طب اوبينيون مذكر ولا مؤنث؟ طبعا هي مؤنثة، ولكن هتحط سون. طب اشمعنى؟ عشان بادئة بحرف فويال. ماشي. بعد كده بقى عندك صيغة الأمر، إمبراتيف لامبراتيف، طبعا لو هنتذكرها بشيء من العجالة، عندك في أمر مع تشي، لو أفعال المجموعة الأولى بتحذف الأس خالص وبتحذف الفعل طبعا، فبتبقى بالشكل ده، ولما تيجي تنفي ما بين الني والبا، الفعل ما بين الني والبا، وهكذا بقى. طبعا هنا عاملها لك مع النو والفو، برضو نفس النظام، بتحذف الفعل في الأمر خالص وتسيب الأ أن أس والإيزد شبه ما هي بالظبط. طبعا لو اقتراح بتأمر بنو، تقول الان لو انت هتقترح او كده. وبرده في امر يصرف الفعل في الامر بعد اسلوب النداء، يعني علي بعدها كما دي، ده كده اسلوب نداء، مدام وبعدها كما، علي كده طالما بتناديه باسمه يبقى صاحبك كده، فمفيش ما بينكم احترام قوي، فمش مفيش ما بينكم احترام، بس عادي يعني ممكن تنصحه بالتي وهكذا، فبتقول له فيا. هنا حتى هتلاقيه مصرف فيا، فعل فينير هتلاقيه مصرفه مع التي. اما مثلا هنا مدام، المدام فالمفروض تحترمها يعني، فهنا صرفه مع الفو. ماشي. في الامر المثبت مع الافعال ذي الضميرين بتيجي ضمائر المفعول التي والنو والفو بعد الفعل مع تحميل تشي لتوا، يعني مثلا زي ما انت شايف ده كده فعل ذو ضميرين، تي تي دباش، نو نو دبشان، فو فو دبشان، وهكذا. عمل ايه؟ حذف الفعل بشكل طبيعي وبدل، بقت ايه؟ دبش توا، دبش نو، دبش فو، ده الامر المثبت. اما الامر المنفي لا، بيبقى ثابت شبه ما هي، بتبقى تي دبش، ولكن بتحطه ما بين الني والبا، نو دبش، وبرده تحطه ما بين الني والبا، وهكذا يا شباب. ماشي. اتمنى تكونوا فهمتوا. يبقى في المثبت بنشقلب ما بينها وما بين الضمير، بس بنحوله تي تتحول لتوا، النو زي ما هي نو والفو الفو، ولكن التي بس هي اللي بتتحول. ماشي. اتمنى تكون وضح الكلام ده. تعالوا بقى للاكسرسيز على طول، صفحة 55 دي. طيب تعالوا يلا نبتدي مع بعض نحلها. عفوا لو الفيديو هيطول شوية، بس انا مش عايزة اقول مثلا المرة الجاية او كده، لاني كده الفيديوهات هتكتر وممكن تتلخبطوا فيها يعني. ماشي. طيب جول ني با تاركت، ما تنسيش الراكت بتاعك. طيب الامر هنا المفروض يكون مع التي لانك ناديتها باسمها، تبقى الاولى. تمام. يبقى قبل الاولى. طيب ميسيو دوكومون ا لوبيتال، ميسيو يبقى لازم هتحترمه، يبقى هتصرفها مع الفو، هتبقى بارلي رقم سي. تمام. طيب رقم 3، سيتي ليبر، هو ليبر يعني فاضي، هو فاضي. او بارت، طالما انت تكون فاضي، سيتي ليبر، طالما انت فاضي فسحه او نزهه في الايه، في البارك، البارك يعني حديقة عامة. طيب احنا قلنا الفعل ذو ضميرين لما اجي احطه في صيغة الامر بتبقى ايه؟ زي ما انت شايف بتحذف التي طبعا، وبتبقى برومنتوا، وتعكس ما بينه وما بين الايه، الضمير. ماشي. والتي بتتحول لتوا، يبقى الاختيار بي. مام بتي، يا صغيري، يبقى طبعا هصرفها مع التي عادي خالص. ماشي. يبقى باس رقم سي هي الصح. اللي بعده، لو ديني العشاء، سيلفو بلاي من فضلك، لا ده دي احترام بقى، يبقى بريباري، بريباري اللي هي رقم بي هي الصح. اللي بعده فيت، كوم بالو انومي، طيب فيت يعني ايه؟ اسرع. ماشي.
أسرع. طيب يبقى أنا كده بكلم بصيغة، يبقى أنا كده هتكلم بصيغة إيه؟ طالما قلت فيت يبقى أنا هتكلم بصيغة تي عادي خالص، يبقى أقول لانس. طبعا لانس اللي هي الأخيرة اللي هي رقم دي هي اللي هتبقى صح. ماشي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 7 بيقول، يبقى يا شباب هنختار لانس الأخيرة. تمام. السؤال رقم 7، ميزامي أصدقائي، ماشي، يا أصدقائي، يبقى صرفها مع الفو، يبقى بريباريفو. بريباريفو اللي هي الاختيار بي، بريباريفو الاختيار بي هو الصح. مش هتقول لهم فو فو بريباري، لأنك لو قلت فو بريباري بيان بور لو ماتش فمش هيبقى أمر، مش هيبقى أمر، في الأمر المثبت بنعكس بريباري فو. مش يا شباب؟ أتمنى أن تكون وضحت. اللي بعده، طب انتي قول مثلا، حد ممكن يسأل ليه بريباري فو؟ ما هو بيقول أصدقائي، دي مش نبرة احترام المفروض تحطيها مع التي والكلام ده كله. بس ركز، هو بيتكلم مع جمع، مسمي أصدقاء، ماشي، فهنا لازم أعمل مع فو عشان الجمع مش عشان الاحترام، فاهمني؟ طيب اللي بعده، ما بتيت صغيرتي، هنا بقى ماشي، هنا المفروض عادي خالص هصرف الفيرب ذو ضميرين مع تشي، هصرف الفيرب ذو ضميرين مع تشي عادي، ولكن مش هبدل، فهتبقى نو تكوش با اون روتا، يعني مش تستيقظي مبكرا، ما ينفعش تستيقظي مبكرا، بتنهاها عن الاستيقاظ، عفوا، بتنهاها عن الاستيقاظ متأخرا، تنهاها عن الاستيقاظ متأخرا، يبقى تكوش الأولى هي صح طبعا. سيتي يا فروة، عشان انت بردان، فلا في النادغة، طبعا اقفل النافذة. طيب هصرفها مع تشي، يبقى هتختار الأخيرة، لأنك خد بالك ان احنا بنحذف الاس من الفعل. عفوا، مونامي صديقي، طبعا طالما صديقي يبقى انا برضو مع تي، ولكن خد بالك ان الطامر ينتظر مش من افعال المجموعة الاولى، طالما هو مش من افعال المجموعة الاولى يبقى انت مش هتحذف الاس، فهتخليها الطا عادي اللي فيها الاس، مش هتختار رقم بي، هتختار الاولى، ماشي، خد بالك لانه مش من افعال المجموعة الاولى. ماريو ناديتها اهو باسمها، يبقى مع تي، يبقى دي باش توا تي ان ريتار، دي باش توا تي ان ريتار، انتي متأخرة، يبقى طبعا هتبقى الأولى هي الصح. طيب سي تي مال اوفاندغ، عشان انتي عندك ألم في البطن، يعني شي لو دكتور، خد بالك انك بتكلمها بالتي عادي، تبقى فا رقم سي. حد يقول طب ادغ مش من افعال المجموعه الاولى؟ لا، ادغ ده شاذ، هو قال لك صرفه زي افعال المجموعه الاولى واحذف الاس وكده، فهتقول حاضر، ايه يا ملاحظه في الكتاب، فمش هندخل في جدال كتير يعني. المهم هتبقى ظا، هتحذف فيه الاس حتى لو مش هو مش من افعال المجموعه الاولى، ولكن هتحذف هنا الاس لانه شاذ، يعني واخد قاعده كده لوحده. يبقى تختار سي يا شباب. اللي بعده، سي تي يا شو، عشان انت حرنان، لا كلمازيسيون. طيب طبعا المفروض هتقول مي، ارتدي، ماشي، المفروض عشان تي يعني، الامر هنا مع تي. طب هختار ايه ولا سي؟ طبعا هتختار سي، لان احنا عارفين ان فعل مادغ مش من افعال المجموعه الاولى، مش من افعال المجموعه الاولى، طالما هو ليس من افعال المجموعه الاولى يبقى انا مش حاسه في الاس، واخد بالك انت، يبقى هتسيبها شبه ما هي كده، يبقى ميت، هتختار الاختيار. يلا بقى نكمل. طبعا انا بس في حاجه عايزه اقولها، اولا اللي هي الجمله رقم 6، لانس تون انوميو. طبعا احنا اخترنا لانس الاختيار الاخير لانه فيت بقول لك اسرع، ولانس يعني يعني دلوقتي انا بوجه امر لشخص مفرد، فهي لانس الاخيره. في سأل لانس معنى ايه؟ لانس معنى ارمي او مرر، مرر الكولا، الكرة، تمام، لنومي. عندي برضو الجملة رقم 11، تمام، احنا حليناها صح وكل حاجة، ولكن انا بس الترجمة اللي ما كانتش دقيقة قوي. فماريا دي بيش توا تيه اون روتار، يعني ايه دي بيش توا؟ يعني اسرعي لانك انت متأخرة، تمام، هي الترجمة بس اللي كانت غلط شوية. نيجي بقى للجملة رقم 13 عادي، اللي احنا واقفين او برضو احنا واقفين على الجملة دي، تمام، نكمل بقى. سي تياشو، يعني انت حنان، طبعا طالما انت حنان يبقى افتح الكليماتيزاسيون، كليماتيزاسيون اللي هو مكيف الهواء. طيب دلوقتي انا اقول له افتحه، تبقى مي، امر،
ماشي، طبعا رقم سي لان هو مش من افعال المجموعه الاولى، فمش هحذف الاس خالص، هتدنها زي ما هي. طيب سي تي اي اون روتار، برضو هنا هصرف مع تي ان تاكسي، تمام، هصرف مع تي بابران رقم سي، تمام. اللي بعده مسيو، طالما مسيو يبقى انا بصرف مع فو للاحترام، ففت الاولى. علي كوشتوا دون تا شامبر، كوشتوا دون تا شامبر، اتفقنا انه احنا بنعكس تبقى كوشتوا دون تا شامبر، اوكي. طيب اللي بعد ميزامي، اصدقاء ميزامي يعني هما جمعهم، يبقى صرفها مع الفو. باسي موا لي سيزون، يعني ادوني المقص ماشي، او مرروا لي المقص او كده، تمام. برضو التصريف هنا مع الفو يبقى باسي رقم سي. اللي بعده سي فوزيت جرو، يعني هو يكون او انتم تكونوا، ممكن يكون بيكلم جمع، ممكن يكون بيكلم شخص واحد بس بصيغة الاحترام بس، طبعا يعني تمام. تعالوا نكمل. وزيت جرا يعني تخان، ماشي. امبو دو ديزرت، لازم طالما فو يبقى مونجي، طبعا مونجي امبو دو ديزرت، كله قليل من الحلويات، الاختيار بي. طب اللي بعده سي فوزافي فروا، يعني انت ايه بردان. لا في النت، طبعا هقول له اقفلها. طيب كويس، هقفلها، احط الاس ولا احذفها؟ طبعا هنا يعني تي، لو مع تي هفكر هحط الاس ولا احذف، ولكن هنا التصريف مش مع تي، التصريف هنا مع الفو، يبقى اوفري، تمام. هو اساسا مش من افعال المجموعه الاولى، هو مش من افعال المجموعه الاولى اصلا، فالاس بتدنها، تمام. المهم يعني انا ما مش ده اللي يخصني قوي، هو اللي يخصني ان انا هنا هختار اوفري الاخيره لان التصريف مع فو. طيب اللي بعده تيا رونديفو امبورتون، يعني انت رونديفو او عودتك او موعدك يعني مهم. تيا رونديفو يعني انت تملك موعد مهم، عندك موعد مهم، يبقى اقول لك ايه كوش تواتو، يعني ايه كوش تواتو؟ نام مبكرا. كوش تواتو يعني نام مبكرا، اوكي، صيغة الامر بعكس كوش توا، تمام. بعد كده بقى دي عندنا الضمائر الشخصية شباب، نيجي بقى في الاكسرسايز على طول. بنقول سي منى، دي منى، جو قاني دوبي دي سان، يعني انا اعرفها منذ 6 سنين. تعرف مين؟ انا بعرف منى، فدلوقتي انا عندي هي منى زي ما انتم شايفين هي عاقل، تمام. يبقى هقول لا لا، وطبعا مش انا هختار اهو ما بين لو ولا الا ابوستروف وليه، تمام. فهقول لا ماشي عشان هي مؤنثة اصلا. لا راكيت اي سوليد، تمام. منى لابريت افريدا، منى لابريت افريدا. طيب ليه لا دي عايدة على لا راكيت، فهي مؤنثة، يبقى اختار لا بريت، هتستلفه من فريدة. طيب لي فيتمون، فيتمون اللي هي الملابس، تمام. لي فيتمون سون على مود، يعني هي على الموضة، الملابس دي على الموضة. جو في لي اشيتي، طب اشمعنى ليه؟ علشان جمع، انا عندي الفيتمون جمع، فلذلك الاجابة الصحيحة هتبقى، الاجابة الصحيحة هتبقى لي، تمام. السؤال اللي بعده بيقول منى ايه اون روتار، منى متأخرة. جوفي طبعا لامينو دوم ما فواتير، طب اشمعنى ال ابوستروف؟ طبعا عشان هو الفعل بادئ بحرف متحرك، يبقى طالما الفعل بادئ بحرف متحرك يبقى احط ال ابوستروف، هي الكلام لمنى فالمفروض تبقى لا، بس عشان الفعل بادئ امينو بادئ بحرف متحرك يبقى احط ال ايه ال ابوستروف. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي باسكت الصام دي مارك، دي أحذية بقى، ماشي. الفو لي اشيتي، بس سبور لي اشيتي عشان هي جمع، تمام. سي جوايي دريبليا، سي جوايي دريبليا بيا نو لابوندومبا، لابوندومبا يعني هو مش هيتخلى، مش هيتخلى، تمام. يبقى طبعا برضو هنا هو مذكر، تمام، المفروض اللي ايه، بس عشان الفعل بادئ بحرف متحرك، عشان الفعل بادئ بحرف متحرك لذلك هيبقى الا ابوستروف هي الصح يا شباب. طيب اللي بعده فولا لي ريبونس نو ريغاردي با، تمام.
فوالا لي ريبونس نو لي ريغاردي بقى، يعني دي الاجابات مش ما تبصلهاش او كده، فهي ما تبصش للاجابات، فالاجابات جمع فهتبقى برضو ال اي اس. الموضوع سهل يعني. طيب لا كومباني الريف، ايه بيل جميل. طبعا فوتوغرافي هتصور ايه، صور لي الريف، يبقى فوتوغرافي لا، فوتوغرافي لا. تمام. طيب اللي بعده تي انفيت ليا اي ماغي، يعني انت دعيت ليا وماغي وي جولي انفيت اما فيت، دعيتهم. طالما انت دعيتهم يبقى ليه، تمام، عشان هما ايه عاقل مباشر وهما الاثنين جمع تبقى ليه. طيب ايه الفا ابورتي ساجيتار، هتحضر الجيتار بتاعك، قال لك وي الفا لابورتي، لابورتي الابوستروف لابورتي، علشان برضو هو المفروض سا جيتار هي مؤنث، المفروض الا اه، بس عشان الفعل بادئ بفوايل فلذلك هقول الابوستروف، المفروض الا ايه، بس عشان الفعل بادئ بحرف تحرك فهتبقى الابوستروف، عشان ما نتلخبطش قوي. زي ما انتوا شايفين دي حاجة اسمها الضمائر الشخصية، الضمير الشخصي عشان ما قررش الاسم يعني في الجمله، زي ما انت ما اقول علي ذهب الى المدرسه، هو فاهمين هي حاجه شبه كده، بدل ما اقعد اقول علي 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 لا بستخدم ضمير يعود عليه، نفس النظام الكلام ده. زي ما انت شايف في حاجه اسمها ضمائر المفعول الغائب، الجمع بنوعيه ليه ولا واللي ايه دي للمفرد، زي ما انت شايف الضمائر دي بتحل محل مفعول به مباشر مسبوق باداه معرفه بصفه اشاره او بصفه ملكيه، او ان يكون المفعول اسم على تاني، يبقى الضمائر دي بتحل محل ايه مفعول به، بس لازم يكون مباشر مسبوق بأداة معرفة. يعني ايه مباشر؟ يعني مش قبله حروف جر، ومسبوق بأداة معرفة او صفة اشارة او صفة ملكية. زي ما انت شايف تي فيزيت لو ميوزي، هنا مسبوق بأداة معرفة هلو. تي فيزيت لا سيداديل، هنا مسبوق بايه، بأداة معرفة لا. تي فيزيت لي بيراميد، برضو مسبوق هنا باللي. تمام. الضمائر ال اي وال ابوسترو، ال اي وال اي بتبقى ال ابوستروف لما يكون الفعل بادئ بحرف فويال او اش الصامته. مكان الضمير الشخصي في الجمله امتى بنحطه؟ هو بيتحط بين اول حاجه قدام الفعل الواحد، زي مثلا ما اقول وي جو لو فوا، انا شفته، فهو بيتحط قدام الفعل الايه الواحد. طيب اللي بعده بيجي قبل المصدر في حاله وجود فعلين، يعني مثلا سوسان ميزامي je vais les voir au gym، يعني انا هشوفهم فين، انا هشوفهم يعني في الجيم. اوكي، فهي جه قبل مين، جه قبل ليه، جه قبل ليه، يعني يا شباب جه ليه، هنا جت بعد الفعل المتصرف وقبل الفعل في المصدر، جت بعد الفعل المتصرف وقبل الفعل الايه اللي في المصدر. طيب اللي بعده بعد الفعل الواحد في حالة الأمر المثبت، زي مثلا ما أقول بريت لا أماريو، إدي الراكت لماريو، فهنا جت في بعد الفعل الواحد بس في حالة إيه الأمر المثبت، فهنا عندي أداة المعرفة اللي هي عايدة على كلمة راكت، جت بعد الإيه، جت بعد الفعل. خلاص، أتمنى كده إن تكونوا فهمتوا الموضوع شوية. يبقى تاني هي بتيجي علشان كضمير، عشان ما عدش الكلام أكتر إيه من مرة. تمام. بتيجي قبل الفعل الواحد، بتيجي بعد الفعل المتصرف لو في فعلين، بتيجي بعد الفعل المتصرف وقبل الفعل اللي في المصدر، لو في فعل واحد ولكن الأمر مثبت بتيجي بعده. وضح الكلام؟ طيب نيجي بقى لضمائر المفعول المتكلم أو المخاطب اللي أنا بكلم بيها البني آدم العاقل بس. ما ده بتعود على المفعول المتكلم المباشر، ما بتعود على المفعول المتكلم المباشر زي مثلا ما أقول علي مفوا بيا، يعني علي يراني، علي مفوا بيا، علي يراني، ماشي. يبقى دي بتعود على المفعول المتكلم اللي هو انا، وانا مفرده فبقول علي مفوا، علي بيشوف، علي تفوا بيا، علي يراك انت، علي نفوا بيا، على علي يرانا، علي فوفوا بيا، علي يراكم، وهكذا. ضمير المفعول المتكلم ما يتحول الى موا في الامر المثبت، يعني مثلا ما اقول دانيال ريكونتر موا او كلوب، او كلوب دانيال نو مور كونتر با او كلوب، يعني دانيال اتعرف عليا في النادي، دانيال نو مور كونتر با او كلوب، ما تعرفش عليا، وهكذا بقى. طبعا احنا كنا حلينا الجزء اللي فوق ده كله الحمد لله وفهمناه نوعا ما. تمام. نيجي بقى للي بعده اللي هو شوازو، اختيارات جين. جو انفيت اما فيت، انا انتظرك في حفلتي. انتظرك دي تبقى طبعا تي ابوستروف، لان هو صديقك وانت بتقوله انا انتظرك في حفلتي فتي ابوستروف. مدام جو نو فوا بابيا،
طبعا جونو فو فوا بابيا. طيب اشمعنى انا ما بشوفش حضرتك كويس؟ جونو فو فوا بابيا. تمام. طب اشمعنى فو؟ علشان مدام. ماشي. وهي كده يبقى احترام، يبقى طبعا مش شايف حضرتك كويس، يبقى فو يبقى الاختيار ايه اللي هو الاختيار الاولاني. ما بيتيت يا صغيري، جو في شيرشي او بارك. ما بيتيت جو في. طيب انا سوف تو شيرشي او بارك، يعني انا هبحث عنك في الحديقة، او هي هتبحث عنه في الحديقة، فبتتكلم على كده. يبقى ما بيتيت يا صغيرتي، ما بيتيت عفوا صغيرتي، جو في تو شيرشي او بارك، يعني انا هبحث عنها في الحديقة. طبعا هو هنا مش غائب، هي بتنادي عليها وبعد كده كأنها بتكلمها وتقول لها، يعني ضمير مخاطب، يعني فاهميني؟ ما بيتيت يا صغيرتي، جو في تو شيرشي او بارك، هبحث عنك في الحديقة، فاهمين؟ فكأن الموضوع مخاطب يعني. المهم ان التول اخيرة. طيب اللي بعد، اتان انتظر، نوزالو يبقى نوزالو اريفي دون ان مينيت، احنا هنوصل في دقيقة، يبقى انتظرنا احنا، يبقى نو هو الصح اللي هو رقم سي. طب اللي بعده، جين بيير، جين وبيير اتنين. جون اتون على جار، انا انتظركم، انتظركم دي تبقى ايه؟ طبعا انا هنتظركم يبقى فو، انتظركم. طيب او الفا تو ريكونتري، يعني اين الفا تو ريكونتري؟ الفا فوار او كليوب، هو هيقابلك فين او كده. او الفا تو ريكونتري، قال له الفا فوار او كليوب، هيشوف مين؟ هيشوفنا انا. يبقى الفا، ها طبعا الاجابه الصح il va me voir au club، هو هيراني في النادي، هو هيراني او هنتقابل او هنتعرف على بعض فين؟ في النادي. خلاص كده الكلام ده وضح لحد هنا دلوقتي؟ طيب يبقى الاجابه الصحيحه الاولى. طيب ليه ما اخترناش موا؟ ليه ما اخترناش موا؟ موا بتيجي بعد الفعل، ما اقول بريت موا سلفني، بارلي موا اتكلم معايا، بارلي موا اتكلم معايا، كده في الامر كمان. طيب اللي بعده، تينو ايكوت بيان، تينو ايكوت بيان، يعني بيسأله انت بتسمعنا كويس؟ قال له وي، انا بسمعكم كويس. اسمعكم كويس دي اسمعكم، يبقى فو، وي جو فو ايكوت بيان، ايوه بسمعكم كويس، يبقى الاجابه الاخيره. طب اللي بعد، تي فا مو كونديغ، يعني انت يعني هتقود السياره يعني وتوصلني او كده. ام رادد وقال وي، جو في انت بقى، هقودك انت او هاخدك بالسياره انت، يبقى تو طبعا الاولى، تو كونديغ. طيب attends devant la gare، attends moi انتظرني، هنا شوف moi هي جت بعد الفعل وفي الامر اهو. تمام. طيب اللي بعد، او تي attends، je vous attends à la gare، انا انتظركم في الحديقه، يبقى اين انت تنتظرون؟ تمام، قال لهم انا انتظركم في الحديقه، يبقى تنتظرون دي اين انت تنتظرون، يبقى نو، يبقى الاجابه نو. طب اللي بعد، مدام جو فو vous connaissez très bien، تعرفت عليه او انا اعرفك كويس، يبقى عشان مدام تبقى فو، يبقى الاجابه الاولى. وبكده نكون خلصنا جزء كويس من الدرس الثاني، نكمل الباقي باذن الله المره الجايه. اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.